السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبدأ عدد اليوم جورنال فير بأول خبر عنوانه جماهير الرجاء تختار الأرجون النسرين لمباراة أولمبيك آسفي. واختارت جماهير فريق الرجاء الرياضي متوسط ميدان الفريق عمر الأرجون رجل مقابلة يوم أول أمس اللي فاز فيها الفريق الأخضر بنتيجة هدفين لصفر ضد فريق أولمبيك آسفي برسم مؤجل جولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية. هذا وجرات الصفحه الرسميه لفريق الرجاء الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استفتاء نسر مقابله الرجاء اولمبيك اسفي ووقع الاختيار بالاجماع على محارب الفريق الاخضر عمر الارجون اللي بصم على مستوى مميز رفقه النسور الخضر في معظم المباريات اللي خاضها لحد الان وخصوصا المباراه الاخيره اللي ابطل فيها جميع المحاولات ديال الفريق المسفيوي اللي كانت كتمر من الوسط. اختيار الارجون كرجل المباراه الماضيه هو جواب لاحد المتابعين اللي كنحترم الراي ديالو مهما كان بحيث قال ان عمر الارجون كان الاداء ديالو ضعيف فجاوب ليه على رايي فيه في فقره اشرف الماتش بعد ما نصبته كرجل اللقاء. جمال السلامي يكشف اكبر عائق له في الدوري الاحترافي مع الرجاء وقال جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي ان الفوز اللي حقه فريقه على اولمبيك اسفي بنتيجه هدفين دون رد كان مهم وانتزع على اثره صداره الدوري الاحترافي اللي كان كيطمح لها من خلال المؤجلات والخمسه في البطوله الوطنيه. واقر جمال السلامي في تصريح رسمي له عقب المواجهه المذكوره ان العياء والتعب هما ابرز خصوم اللاعبيه خلال العشر مباريات المتبقيه من عمر الدوري الاحترافي بحكم خوض فريقه الخمس مؤجلات في توقيت زمني قياسي بالاضافه لانهم غيخوضوا المباريات المقبله في ظرف ما كيتعداش 40 يوم ما كيزيد من صعوبه مهمتهم خلال الموسم الكروي الحالي. وضاف جمال السلامي ان عمليه تدوير اللاعبين عطات الاكل ديالها في المباريات المؤجله وذلك بعد النتائج اللي حققتها المجموعه الرجاويه اضافه لان كل اللاعبين تم اشراكهم ما جنبهم التعب والعياء وحافظت المجموعه الرجاويه على طراوتها البدنيه وهذا امر مهم في المباريات المؤجله اللي تم استئنافها في نهايه يوليوز وبدايه شهر غشت ومازال امامهم 10 مواجهات ويجب استغلالها على النحو الجيد بدنيا لتحقيق الهدف والظفر بلقب الدوري الاحترافي هذا الموسم. وختم جمال السلامي حديثه ان فريقه كيستحق الصداره المقدموه اللاعبين مستويات مميزه في المباريات المؤجله وظهروا قتاليه كبيره ورغبه قويه في الانتصار لاسعاد جماهير الفريق لاهداء مدرب الرجاء الرياضي هذه الصداره وتمنى باش يستمروا اللاعبين في ادائهم واسعاد انصار الرجاء اللي متشوقين لقب البطوله الوطنيه. هذه ارقام الرجاء التي اوصلت الفريق للصداره وفي التفاصيل وبعد وصول فريق الرجاء الرياضي للصداره بفضل المؤجلات ارتئينا اننا نقربكم بعض الارقام اللي وصلت الفريق الاخضر للمرتبه الاولى بعد استئناف النشاط الكروي نهايه الشهر الماضي. فريق الرجاء الرياضي خاض 5 المباريات في 13 يوم. جمال السلامي شارك من خلاله 21 لاعب بالتناوب. اكثر لاعب شارك بينهم باكثر عدد من الدقائق هو انس زنيتي ثم الحافظي كيلي سفيان الرحيمي ثم سند ورفلي فعبد الرحيم الشاكير. الفريق الاخضر سجل خلال 5 مباريات 7 الاهداف واستقبل هدف وحيد كان من توقيع فريق نهضه الزمامره. حميد احداد كان هداف الفريق خلال هذه المباريات بتسجيله 3 الاهداف. محسن متولي عبد الاله الحافظي عبد الرحيم الشاكير وسفيان الرحيمي هدف وحيد لكل لاعب. مباريات الرجاء داخل الديار 3 فاز فيها كلها وحاز على 9 نقاط من اصل 9 ولعب 2 مباريات خارج الميدان تعادل فيهم وحصل على 2 نقاط من اصل 6 ممكنه اي ان ابناء جمال السلامي في مجموع المباريات اللي خاضوا قدروا يجمعوا 11 نقطه من اصل 15 ممكنه. محمد زريده قدم 2 تمريرات حاسمه محسن متولي زكريا الوردي والحافظي تمريره حاسمه لكل لاعب. تفاديا لارهاق اللاعبين الرجاء تشد الرحال الى اكادير عبر الطائره وغتسافر بعثه فريق الرجاء الرياضي اليوم الاثنين لمدينه اكادير عبر الطائره تاهبا لمواجهه الحسنيه برسم الجوله 21 من البطوله الوطنيه الاحترافيه وغتشد بعثه النسور الخضر الرحال لمدينه اكادير جوا لتفادي ارهاق اللاعبين خاصه بعد خوضهم مجموعه من المباريات في ظرف زمني وجيز. وحسب مصدر قريب من مكتب فريق الرجاء الرياضي فالفكره ديال سفر الفريق الاخضر لمدينه اكادير بواسطه الطائره كانت من اقتراح المدرب جمال السلامي اللي ارتاح انه يقوم بهذه الخطوه لربح لاعبي قسط من الراحه وتفادي التعب اللي كتخلفوا الحافله اللي غتستغرق عده ساعات للوصول لاكادير عكس الطائره اللي غيربح فيها الطاقم التقني الوقت وغيتفادى تعب لاعبيه قبل مواجهه قويه كتنتظرهم غدا. وغتجرى مباراه الفريق الاخضر امام غزاله سوس غدا الثلاثاء على ارضيه ملعب اكادير الكبير انطلاقا من الساعه 8 مساء. يهم الرجاء هذه غيابات الحسنيه امام النسور الخضر ويستقبل حسنيه اكادير ضيف الرجاء الرياضي غدا الثلاثاء دام الجوله 21 من الدوري الاحترافي. الفريق السوسي غيخوض المباراه محروم من بعض لاعبيه ابرزهم المهاجم الفلسطيني تامر سيام اللي رجع مؤخرا للمغرب من بلده ومازال كيتدرب لاستعاده لياقته البدنيه فيما غيغيب اللاعب الشاوش بسبب الايقاف بعد تلقي البطاقه الحمراء في المباراه الماضيه امام نهضه الزمامره. هذا بالاضافه لكل من يوسف الفحلي ايوب الملوكي سعد المرسالي وعبد العالي الخنبوبي نظرا للاصابه
كما كتحوم شكوك كبيره حول مشاركه المدافع سفيان بوفتيني لنفس السبب، وكيبحث فريق الرجاء الرياضي على تعزيز مكانه في المركز الاول اللي كيحتلو برصيد 39 نقطه ويواصل تصدر ترتيب البطوله الوطنيه على بعد 10 جولات من نهايتها، فيما غيكون حسنيه اكادير مطالب بتسجيل نتيجه ايجابيه لتحسين الموقع ديالو في سبور الترتيب، بحيث كيقبع في المركز 14 برصيد 21 نقطه. بدر بانون يعود لقيادة دفاع الرجاء أمام حسنية أكادير، وفي التفاصيل كيواصل فريق الرجاء الرياضي استعداداته للمباراة المهمة اللي غيخوض بأكادير ضمن مواجهة الجولة 21 بالدوري الاحترافي المغربي، ومن المنتظر باش يعتمد المدير الفني لفريق الرجاء الرياضي جمال السلامي على القائد بدر بانون بشكل أساسي خلال مواجهة أكادير، وغيسعى لإراحة أحد المدافعين سند الورفلي أو عبد الرحيم الشاكر في إطار نظام المداورة اللي كيعتمد عليه مدرب نصر الخضر من نهار تم استئناف النشاط الكروي بالمغرب بعد التوقف الطويل. وكان بانون صاحب 26 عام غاب على مواجهه المغرب التطواني بسبب احساسه ببعض الالام، وما شاركوش ايضا جمال السلامي امام اولمبيك اسفي واحتفظ به على دكه البدلاء بالرغم من انه كان مؤهل بدنيا للعب اللقاء، لكن كيف سبق وشرنا فضل يخليه اللقاء المهم ضد احد الفرق اللي كتلعب كره مفتوحه. انصار الرجاء الرياضي يطالبون بلقب البطوله 12 في تاريخ النادي، وكيطالبوا انصار فريق الرجاء الرياضي عناصر الاخير بمواصله تحقيق النتائج الايجابيه من اجل الظفر بلقب 12 في تاريخ النادي بعد ما تصدروا نصر الخضر سبوره الترتيب العام للانديه بمجموع 39 نقطه عقب فوزهم اول امس السبت على فريق اولمبيك اسفي بهدفين دون رد لحساب مؤجل جوله 20 من البطوله الوطنيه الاحترافيه. فريق الرجاء الرياضي كتنتظر مباراه قويه امام حسنيه اكادير لحساب جوله 21 واللي غتجرى غدا على ارضيه ملعب ادرار في مدينه اكادير. الحسنيه اللي حقق دوره نتائج ايجابيه في مباراتين المؤجلتين بفوز على رجاء بيملال وتعادل ايجابي بهدفين في كل شبكه مع نهضه الزمامره خارج الميدان، وكيسعى كل من فريق الرجاء الرياضي والحسنيه لتحقيق نتيجه الفوز في هذه المواجهه، الفريق الاخضر من اجل تعزيز رصيده في صداره الترتيب والفريق السوسي من اجل الابتعاد على اسفل الترتيب. وعلاقة بالموضوع كيضغطوا انصار النصر الخضر على اداره جواد الزيات من اجل الدفاع على مصالح الفريق خاصه بعد ما شدت المنافسه على اللقب، وكتخشى الجماهير الرجاويه تعرض لظلم تحكيمي خاصه بعد الضعف الكبير اللي ظهروا الحكام في المباريات الاخيره والتناقض في القرارات بين حكم الوسط وحكام غرفه الفار. نمر معكم فقره ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. السلامي يستغل علاقته بالنهيري لحسم انتقاله للرجاء، وذكرت مجموعه من وسائل الاعلام المغربيه ان جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي كتف اتصالاته مع الظهير الايسر محمد النهيري قصد اقناعه بالانضمام لصفوف فريق الرجاء الرياضي بعد نهايه الموسم الكروي الحالي، مستغلا علاقه النهيري المتوتره مع اداره الوداد خصوصا وان اللاعب المذكور رفض جديد عقده مع الفريق الاحمر وفضل الرحيل بشكل مجاني. وحسب جريدة الرياضية المغربية ففريق الرجاء الرياضي اقترح على محمد النهيري عرض سنتين بقيمة مالية جد محترمة، غير أن اللاعب مازال معطى التردد النهائي بهذا الخصوص وفضل الحسم في مصيره بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي. هذا وكتربط جمال السلامي علاقة جد وطيدة مع الظهير محمد النهيري بحيث كان سبب في ضمه لنادي الفتح الرباطي سنة 2013 بعد ما تابعوه في أحد المباريات اللي كان كيلعب ضمن فريق الأمل لنادي الدفاع الحسني الجديدي. كما أصر جمال السلامي طيلة إشرافه على تدريب المنتخب الوطني المغربي المحلي على إشراك محمد النهيري كرسمي نظرا لاقتناعه الكبير بمردوده التقني والبداني. مفاجأة، الرجاء يقايض الزمالك بلاعب بارز مقابل أحداد، وكيسعى المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي للاحتفاظ بشكل نهائي بلاعب حميد أحداد مهاجم الزمالك المصري والمعارض صفوف نصر الخضر لمدة عام واحد غينتهي بنهاية الموسم الحالي. وقامت إدارة فريق الرجاء الرياضي بعرض اللاعب سفيان الرحيمي مهاجم الفريق على إدارة الزمالك لضمه بالإضافة لدفع مبلغ مالي مقابل استمرار حميد أحداد في صفوف الفريق الأخضر. وكشف موقع مصر العربية على سعي إدارة نادي الرجاء الرياضي للاحتفاظ بشكل نهائي بلاعب حميد أحداد، وشارك تمسك إدارة جواد الزيات بضم حميد أحداد بشكل نهائي في ظل توصية من جمال السلامي مدرب الرجاء بالإبقاء على اللاعب مدة موسم آخر على الأقل أو شراء عقد اللاعب المذكور بشكل نهائي من نادي الزمالك المصري. وتابع المصدر ذاته أنه في ظل سعي إدارة فريق الرجاء الرياضي لتلبية متطلبات الإدارة التقنية فقامت بعرض اللاعب سفيان الرحيمي على إدارة الزمالك لضمه بالإضافة لدفع مبلغ مالي نظرا لاستمرار أحداد في صفوف الفريق الأخضر. وقال الموقع المصري أنه من المنتظر باش يتم عرض اسم اللاعب الرحيمي على الإدارة التقنية للزمالك المصري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خاصه وانه عنده درايه كبيره بلاعبي فريق الرجاء الرياضي واللي كان كيتولى القياده الفنيه ليه قبل التعاقد مع الزمالك المصري بشكل رسمي. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو
وتخليو شي تعليق في ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.